أحسن الله إليكم، يكثر عند بعض الناس الحلف سواء صادقا أو كاذبا، ما حكم ذلك؟ لا يجوز التهاون بالحلف، لأنها يمين بالله عز وجل، وقد يقتطع بها حق امرئ مسلم، وقد يترتب عليها أضرار، فلا يجوز أن يحلف بالله إلا وهو صادق، ولا يجوز الكذب في اليمين، ولا يجوز الإكثار من الأيمان. قال الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ومن الكذب في اليمين الذي يحلف على السلع أنها سيمت كذا أو اشتريتها بكذا وهو كاذب، لأجل أن يروجها ويرفع قيمتها على الزبون، هذا حرام ولا يجوز له وهو آثم على ذلك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فلا يجوز للمسلم أن يتهاون باليمين، وإنما يحلف عند الحاجة ويحلف وهو صادق. نعم.